سعيد يا بدوي. نعملها يا استاذ رمزي. خد الكوكتيل دون وهات لي كوكتيل تاني. ولا كوكتيل تاني ايه؟ احنا اساسا متفقين هنيجي نشرب اتنين شاي، انت شربت كوكتيل، انا متفق ان هشربك شاي وهدفع لك ثمنه. خلاص يا دولا انا هطلب يا عم شاي بس بعد الكوكتيل والنبي دول انا بحبه. ماشي اطلب اللي انت عايزه وشوف مين بقى اللي هيدفع لك. ما انت كل مره بتدفع. بقى كده كده يا معلم، بكره باص تبعت لي الطلبيه مقروص منها 10 وقيات من المخدرات. دي دوقتي كنت بدوق الصنف. الا بتدوق ولا بتحف ولا بتخنصر؟ يعني ايه انت بتشكك في ذمتها معلم؟ بصراحه سواء بقى دل عليك، ده اخر مره عملتها مع امبراطور البانجو المعلم جاكسون كاراتيلا. ولا هو جاكسون كاراتيلا ده اخو نيلسون مانديلا؟ يمكن ولود عم يا دولا زينا كده. يا ابني احنا ما فيش حد زينا. يلا دولا التجار دولا التجار ايه دولا؟ انا حاسس ان شكلهم مريب كده، يمكن تجار انابيب فاضيه. انابيب فاضيه ليه؟ بيملوها كوكتيل. اسكت اخر الكلام. مدام قطمت عليا من البضاعه انا مضطر اقطم عليك من الفلوس يا كروديا. يبقى انت كده بتقول اشر اشتغل. المعلم مكروباس ما ينقص من حقه جنيه واحد. على كده بقى انا هخلي الدم للركب. وريني فاهم يا مترو، قصدي يا توكتوك. انت عايز يا راجل؟ اخر مره عملتها مع داكسون قتلك اتنين من رجالتك وانت مستخفي بطرحة حرمة. يا نهار اسود قلبت بجد قوي بقى. يلا بينا يا حيوان. حلو قوي يا دولا، انا قلبي حاسس ان هما هيدبوا في بعض نار دلوقتي. قلبك ده يا رب يقف عشان يبطل يحس تاني. يلا يا دولا فرصة، يا دولا هيضربوا بعض دلوقتي وهتبقى زحمة يا عم، وبعدين نقوم نافدين بجلدنا ما ندفعش حق الكوكتيل. انا هطلب اربعة تاني. اسكت كده هندب ببعض يا ميكرو ونفرج علينا اللي يسوى وما يسواش. يلا بينا لنوكر نتكلم فيه. محدش هيمشي من هنا لما اخد حقي. طلع الفلوس يا خيال. كده طلعوا السلاح يا رجاله. حلو يا دولا حلو. ولعب يا نهار ابيض. بس بقى بس يلا بينا نكمل عركتنا عند مسلحان عبير العامية. يلا بينا. الحمد لله البوليس وصل في الوقت المناسب. الحمد لله. اثبت مكانك، المكان كله محاصر. اي حركه هضرب في الكوبايات. حضرتك الكوبايات ما عملتش اي حاجه، انا قاعد من الصبح يعني وشاهد. اخيرا وقعتم في ايدي. اقبض على العصابه. لا عصابه حضرتك، العصابه لسه خارجه وقال لهم يعض على مزلقان عبير. اخرس يلا اقبض عليهم. حضرتك احنا ما عملنا. انت فرحان مش هندفع حق الكوكتيل يا دول؟ يخرب بيتك. انا بريء. احنا بتوع الكوكتيل والله احنا بتوع الكوكتيل. دلوقتي بقيت تحب الكوكتيل؟ بقيت تحبه دلوقتي؟ مش انت ما كنتش عاوز نجيبه قبل كده؟ ما هو ده دليل براءتنا منك لله. اشوف فيك يوم ويكون اجازه. دولا بقولك ايه، واحنا بقى خلاص هنعيش هنا؟ لا احنا هنموت هنا يا رمزي. احسن بقى دولا. والله انا كنت عاوز اغير جو من زمان على فكره. يعني دولا ايه ده الاشكال دي؟ مين دولا تدولا؟ دول قاع المجتمع، دول حساله المجتمع. بس ما تقولش قدامهم كده. انتوا جايين في ايه يا ضي انت وهو؟ حضرتك احنا جايين في بوكس. جايين في قضية ايه من الاخر؟ احنا جايين في قضية كوكتيل. الله 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 الله. يا معلم تأبيدة. يلا. الحق يا معلم، بيقول لك جايين في قضية كوكتيل. يعني ايه كوكتيل دي يا معلم؟ كوكتيل دي يعني مخدرات على سلاح على سطو على قتل، واحتمال يكون فيها ودن جاسوسية. هاتهم لي على الجناح بتاعي. عناية يا معلم. المعلم تأبيد عاوزكم في مكتبه. أوي 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 أوي. يعني عندكم في التخشيبة في مكتب كويس؟ والله ده التخشيبة اتطورت خالص عن ما جيت قبل كده. يعني أنا ما جيت قبل كده كان من فترة، يعني كنا بنعاكس البلد بتوع مدرسة يعني تجاري، ورحنا اتخذنا تحري يعني الحمد لله. طول عمرك كنت عتيد في الإجرام يا دولا. اسمع أنت، لا تقولوا لي كوكتيل ولا فخفخينة. أنا هنا المعلم الكبير، كلمتي ماشية على الكل. يوك أندرستاند؟ أنا هنا في مقام راجل البيت. طبعًا سيادتك راجل بيت، ما دام بتصرف على أهل البيت أكيد راجل البيت يعني. عنك أنت دولا. تعيش وتجيب يا حاج،
امال فين التلاجة امال؟ تعالى يلا ابو نضارة يلا وريني النضارة دي كده. اتفضل يا باشا والله ما هي راجعة اهي هدية اهي اتفضل. لا هات 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 ايه ده انا رمزي يعني محدش يقدر ياخد من رمزي حاجة. انت بوطه بتاعت اقوى يا ما هياخدها هياخدها هو قفا زي ده كمان هتبقى اعمى مش هتبقى محتاجها انت هلو حاضر بدون حقك عليا يا حاج يعني بص اتفضل والف مبروك عليك عقبال الكرسي ابو عجل ان شاء الله ده فانا اديته له دلوقتي يعني ادي له ايه تاني ما بيضرب ليه ده بيضرب يضرب زي ما هو عايز يضرب زي ما هو عايز انت بتعتمد على ان هو بيضربك الباشا بشنبه يضرب زي ما هو عايز خد يلا حضرتك انا جبت لك النضاره يعني وبسمع الكلام من الاول خالص حضرتك يعني هو ده اللي ما سمعش الكلام حضرتك ولا انت بتعترض على انك بتتبهدل يلا لا 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 يعترض ايه ما يقدرش يعترض ده يتضرب ويتبهدل ويحصل اي حاجه ومش هقه بص دول انا دول عايش ولا احنا الحمار مش عارف ايه اللي هيحصل لنا ايه دول كده انتوا خدتوا تشفتكوا واتكسرت عينيكوا وعينيا وجعتني من نطربسك يا انا بقى عايزكوا تغنولي وترقصولي حضرتك يعني وتسلوني شويه عشان انا عندي كأب حضرتك ما احنا ممكن نسليك بس حضرتك ما جبناش معانا لا كوتشينه ولا طاوله ولا دوم انا مع احنا كنا في القهوه كنا ممكن نيجي لا 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 انا عاوزكوا تغنولي وترقصولي حضرتك يعني عايز زي يعني حضرتك عامل برنامج اللي هو تأبيده ميكر يعني ولا ايه غنولي وارقصولي حضر سيادتك حضر سيادتك طب ممكن بما ان انت بتكتشف المواهب يعني ممكن اقول لحضرتك جزء من الشعر يعني ارزعني بيتين ويلا وسمعني حاضر ساعتك حاضر اسمعك حاضر بسم الله بسم الله حضرتك السجن والزنزانة والبدلة الحمراء أعوذ بالله البدلة الحمراء يعني إعدام ربنا يكرمني يا رب واخد تأبيدة يا رب إن شاء الله ربنا يكرمك وتاخد تأبيدة بإذن الله تأبيدة بس يعني إن شاء الله لخص يا أنا حاضر ساعتك حاضر ممكن بلاش شعر ممكن بلاش شعر ممكن أرسم ترسم هي حصة احتياطي أنا عاوز مسخرة أنا عايز قلة أدب أنا عايز بهزاء أنا عايز كريس لايس وكنطر يعني حشتكانة في بلتكانة وشكشمولة في الأجزخانة يلا غنى شكشمولة في الأجزخانة حافظها يا بلتكانة شكشمولة في الأجزخانة أنت معروفة حاضر حضرتك بص ساعتك يعني لو بالنسبة للغنى مفيش مشكلة لكن بالنسبة للرأس الوادي اللي هناك ده بيرقص ولا سامية جمال أنا طبعا مش هوعدك بأي جمال بس هو يرقص وخلاص يسلى حضرتك يعني طب يلا رقصه حاضر وموقف وانت بتكلمني وموقف بص لمفاهمني ولا بيتكلم ولا بتكلم وانغلب يبقى امشي وسيبني وموقف وانت بتكلمني وموقف بص لمفاهمني يا رب قوم معايا يا فرعون كلم حضرة الضابط مع السلامة يا فرعون مع السلامة إن شاء الله يا عدام ما تقلقش مع السلامة توحشنا والله والله يا رمزي أنا حاسس إن إحنا هنضيع يالا هنضيع إيه دولة بقى يا عم ما إحنا هنا قاعدين الحمد لله يعني بناكل وبنشرب وبنرقص وبنغني وكل ده ببلاش يا دول بعدين احنا حبه كمان وهناخد مكان الراجل الكبير ان هو وهنشتغل المساجين الجداد بقى زي ما كانوا بيشتغلونا كده وانا دول وبعدين بقى نقب بقى على وش الدنيا وناخد وضعنا بقى وانت فاكر نفسك في الخليج رايح تكون مستقبلك ما هو انت يا دول اللي قتلت طموحي في البازار حط صوتك ايه قتلت دي ده ذكر على كوكتيل وعملوا فينا كده امال على قتلت اللي انت بتقولها قتلت دي هيعملوا فينا ايه اسكت انا لازم اتصرف لازم اعمل اي حاجه